اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريده اهل مصر، اسعد الله مساءكم اينما كنتم. حاليا في بث جديد من داخل محافظه المنيا، معنا قصه جميله جدا. شاذة محمد محمود خريجه كليه فنون جميله جامعه المنيا، قدرت تجسد مشروع تخرجها لمراحل مرضها بالسرطان. هي كانت قصه جميله جدا في مكافحه المرض، حتى شفرت منه، ولكن رغم شفاها لكن قررت ان هي تجسد مشروع تخرجها لمراحل مرضها من اجل ان تعطي يعني دعم للمرضى السرطان. انا اتعرف منها على قصتها. اهلا بيك. في البدايه عرفينا بحضرتك بس على صوتك. استاذه محمد خريجه فنون جميله قسم جرافيك فن كتاب. احكي لي بقى في البدايه قصه مرضك. الموضوع من 3 سنين واصبت بيه يعني، وكان الموضوع مش سهل، بس بدعم النفسيه والاهل وان انا اعرف اتعامل مع الموضوع كويس عرفت اقوم منه. وكان انا حبيت اعمل مشروع التخرج بتاعي عن القصه دي، تبقى تجربه شخصيه وان انا اعرف افيد غيري، خصوصا في الدعم النفسي، لان اهم حاجه عندنا الدعم النفسي قبل العلاج. يعني احكي لي اصبتي متى بالمرض ده؟ هو من 3 سنين، وبعدها يعني اول ما اصبت بيه كده بدانا علاج كيمو، هو العلاج الكيماوي. بتسميه كيمو؟ انا كل حاجة مغيرة اسمها، سواء التعب او يعني اسمه الدفء الثقيل، العلاج الكيمو، الكيموثيرابي ده انا مسميها الكيمو. كل حاجة مغيرة لها اسم عشان اعرف اعديها. خفيت من المرض؟ الحمد لله بنسبة 100%. احكي لي بقى مشروع تخرجك سميتيه انت بطل حكايتك وجسدت فيه مراحل مرضك كاملة. احكي لي في البدايه الفكره جات لك ازاي؟ هي الفكره جات لي وانا يعني بعد ما شفيت الحمد لله، فهمت ان اللي خلاني اقوم انا على رجلي بعد ربنا يعني الدعم النفسي، سواء مني او من اهلي، هو اللي بيخلي الواحد يقوم على رجله ايا كان نوع المرض او ايا كان الابتلاء اللي عندك. بعدين فحبيت ان انا قلت لازم ابرزه للناس عشان تستفاد منه، فقلت ان انا هعمله مشروع التخرج بتاعي. انت من اول يوم اصبت بالمرض والدتك بتقول كتير حتى بتصبر الناس الاخرين، تديهم دعم نفسي، كان عندها صبر وايمان جامد. احكي لي على الحياه دي، الناس بتحب تسمع الحياه دي، يعني هي قصه دعم جميله جدا. الفكره ان كنت باخده يعني هو موضوع صعب، بس كنت بتعامل معاه كانه دور انفلونزا موجود، مع انه كان شيء مميت يعني، بس الحمد لله. فأي حد قدامي كان بيبقى محتاج دعم نفسي، فأنا عارفة قد إيه الموضوع صعب، فكنت بروح للشخص اللي محتاج الدعم النفسي ده من زمايلنا يعني في المستشفى وكده، فكنت بحاول يعني أساعده على قد ما أقدر إن هو يتقبل الموضوع، يتقبل العلاج. والدتك بتقول رغم إنت كنت مثلا المرض كان صعب عليك، لكن رغم ذلك كان عندك ابتسامة دايما. يعني دي حاجة هي اللي مميزاني، إن أنا أيا كان الموضوع اللي أنا فيه بعرف أضحك وأبتسم لغيري يعني. اصل الحاجه دي بتاعت ربنا، فهو اللي جابها، هو اللي جابها وهو اللي يعرف ياخدها. والمرض ده اصلا اغلبيه علاجه بتبقى نفسي اكتر. بالظبط، يعني اكتر حاجه فيه العلاج النفسي اهم من اي علاج تاني. نروح لمشروعك الجميل جدا ده اللي هو جميل جدا بصراحه، يعني عاوزين نشرحه للناس. هي ده البوستر التشويقي بتاعه. حبيت ان انا ما احرقش الكاركتر بتوعي اللي انا رسماهم، فحبيت ان انا ابرز الحاجه البارزه فيه ان هو خلاص المحلول والبتاع بتاعه اللي هو متعلق فيه، وان دي تبقى الفكره التشويقي بتاعه. انت بطل حكايتك. الاسم اصل هي رحله ومحنه انت بتبقى فيها.